أشهد أن لا إله إلا الله يا خالق الأكوان يا رب الورى أنت العليم بما مضى وتأخر أنت القريب من العباد تجيبهم أنت الرحيم بمن دعا واستغفر يا خالق الأكوان يا رب الورى أنت العليم بما مضى وتأخر أنت القريب من العباد تجيبهم أنت الرحيم بمن دعا واستغفر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، ثم أما بعد، يقول الله جل وتعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. إن محبة الله جل وتعالى لا تنال بالأمنيات والدعاوى، بل هناك أمور يجب على الساعي المريد أن يطردها عن نفسه، وأمور يلزم تحصيلها في النفس، ومن دون ذلك لا يرتفع العبد إلى تلك الدرجة الراقية للولاية والمحبة لله جل وتعالى، ولا ينال محبة الله سبحانه وتعالى. كن تقيا يحبك الله، إن الله يحب المتقين، لا يفقرك الله حيث أمرك ولا يراك حيث نهاك، كن متوكلا على الله يحبك الله، إن الله يحب المتوكلين، والتوكل أن تعتمد على الله وتجعله نائبا عنك، كن توابا متطهرا يحبك الله، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. التوبة هي الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى بالندم على الذنب والعزم على عدم العود والتدارك للتفريط. كن محسنا يحبك الله، إن الله يحب المحسنين، كن صابرا يحبك الله، والله يحب الصابرين، كن عادلا مقسطا يحبك الله، إن الله يحب المقسطين. فكما أنه تعالى بين صفات من يحب، فإنه أيضا عز وجل بين صفات من لا يحب، لكي يطوي سالك طريق المحبة طريقه على بصيرة وعلى فهم وعلى معرفة وعلى دراية، فيمتثل ما يحبه خالقه ويفر ويبتعد عما لا يحبه خالقه، فينال بذلك غاية مراده ويصل إلى منتهى أمنيته، وهو حب الله سبحانه وتعالى. لا تكن ظالما، والله لا يحب الظالمين، فلا تظلم نفسك بعصيانها لخالقها، ولا تظلم غيرك من الناس، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. لا تظلم أجيرك ولا زوجك ولا جارك ولا أخاك ولا أولادك ولا أحدا من الناس، قريبا كان أم بعيدا، فإنك مسؤول عن ذلك كله. لا تكن مسرفا، إنه لا يحب المسرفين. لا تكن مفسدا، والله لا يحب المفسدين، الله تعالى يحب الإصلاح ولا يحب الإفساد، والأنبياء عليهم الصلاة والسلام دعوتهم الإصلاح، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب، والأولياء والأوصياء والأصفياء كذلك وظيفتهم الإصلاح. فعود نفسك يا عبد الله في كل حياتك على أن تكون مصلحا، أينما حللت تصلح به الأمور ويتصالح بك المختلفون ويلتقي بك المفترقون ويتقارب بك المتباعدون
ولا تكن من الذين يفسدون وتفسد بهم الأمور، فإن الله جل وتعالى لا يحب الفساد ولا يحب المفسدين. لا تكن معتديا، إن الله لا يحب المعتدين. لا تكن مستكبرا، إنه لا يحب المستكبرين. لا تكن خائنا، إن الله لا يحب الخائنين. لا تكن مختالا ولا فخورا، إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. لا تكن فرحا أشرا، إن الله لا يحب الفرحين. فلكي تحصل على محبة الله جل وتعالى عليك أن تجتنب هذه الصفات التي لا يحبها الله سبحانه وتعالى، وأن تتحلى بالصفات التي يحبها، فعندها تكون من السعداء بحب الله تعالى لك، وهي والله سعادة الدنيا والآخرة، وتكون قد نلت درجة حزب الله عز وجل، لأن من صفات حزب الله في القرآن يحبهم ويحبونه. والله جل وتعالى أعلم وأحكم، وأصلي وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وتجيب دعوة سائل في ظلمة، وتزيل هما للعباد تعسرا. رب عظيم قادر متكبر، قصم الطغاة وللعقيدة أظهرا. وتجيب دعوة سائل في ظلمة، وتزيل هما للعباد تعسرا. رب عظيم قادر متكبر، قصم الطغاة وللعقيدة أظهرا.